يرضيك يا سيد المعلمين، يتكتروا علينا ويلونوا على حرمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا. متوجه انت تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربني هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله على لحم بطني الصبح. ده انت ولعك زخانة بحالها. خد يا شيبة. يا معلم روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو فينو. ماشي يا معلم. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم انا اللي كنت بتضرب. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراحة حلوة مفيش كلام، بس اخد الحق صنعة، واللي انت عملته ده مفيش فيه اي صنعة. دي دخلت انك لميت وانهم لميتون. واضح يا معلم انك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم ايه؟ فيلم ايه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما انت بتشرب معاه السلاوي يا معلم. انت مالك؟ صح صح صح، اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها، حط السيجارة. انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا له كيس شيبسي شوفوا هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي، بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظة، وطالبين منك خدمة. احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك، عشان لما مؤاخذة كده عايزين نعمل عملية. ما الحتة كلها حرامية. لا، ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزة واحدة، كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون تراست وورثي. ها؟ يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حرامية. انتوا تروحوا على القهوة تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. احنا نروح نعمل اوديشن للحرامية. اوكي. ولو حصل حاجة قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي يعني زي جزر يعني، دي التعويذة. نيلي ده طلع خارق. واو. اتكلوا انتوا على الله. ماشي. باي. يا معلم خد العيش اهو، انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش قرب بقى يا ولا. لو عندك علبة ايس كريم في الفريزر والنور قطع، تاكله هو سايح ولا تستنى اما النور يرجع والايس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد اسهل يا معلم. وكتر مصاريف، كتر مصاريف يا ولا. نعدي من هنا؟ وطي اهبل. اوعى بقرف، مش كفايه اللي احنا فيه. I love the place. اكيد هنا في عرس كتير. هو ينفع نتصور هنا؟ ما معاك الكاميرا تصورك هنا. اشربوا يا سيف. يا معلم منعم، يا معلم منعم. بس يا سيف ده القهوجي. امال لابس كده ليه؟ الله يكرمك، عايزه واحد شاي. حاضر. شاي خفيف سكر زياده. على عيني. انا اكيد مش هشرب حاجه عندكم. مش انت لما بتغسل الكوبايات تغسلهم بالميه كده وخلاص؟ مظبوط. شكرا، انا مش عايزه حاجه. ماشي. في عصير فريش؟ لا ما عندناش عصاير، انما في شاي وقهوه وحشيش وبانجو وبرشام على كل نوع. طلباتكم. طب هات لي شاي وبرشامه بنادول. قصدك ترامادول يا استاذ؟ لا هات لي شاي وخلاص. حاضر يا استاذ. معلم معلش، سك بقى على الشاي ورص لي حجرين حشيش على بانجو. من عناية سكالانس. حاضر. هما بيبيعوا دراجز هنا عادي كده؟ ليجل. انا ما اعرفش انا طوعتكم ازاي وجيت المكان ده عشان دلدول. ودي الجيت. اسكت بقى،
خلينا نشوف هنختار مين. ها شايفين الراجل اللي هناك ده؟ شكله كده خطر قوي. هو كان خطر بس بيتقال ان التاني ده اخطر منه. اخطر منه؟ انت ما شفتش عمل في الفحل ايه؟ امال هيعمل فينا احنا ايه؟ بصوا بقى، ايه رايكم في الكيوتا ده؟ ده عجوز قوي يا سيف. ما هو ده قديم خبره، الدهن في الدوالي ده احنا ناخده نعالجه مش نخليه يسرق لنا. بس انا لقيته. شايفين الهادي الغامض اللي قاعد هناك دهوت؟ شكله احسن واحد يتكتك لنا. ياد ده مخبر. ياد ايه الظن ده؟ عرفت منين انه مخبر؟ اهو لبسه عامل زي الافلام الابيض واسود. انت ما شفتش شروق وغروب؟ شفت شروق بس. ما تعيطش ياد، مفيش حراميه يا جدعان يعيطوا، هظبطهولك دلوقتي. يا عم رضا اهلا. اهلا ايه وسهلا ايه؟ بتشك الواد في دراعه ليه يا عم رضا؟ عيل قليل ادب ماسك مانتو وعمال يثبت العيال في الحاره. ما يثبت العيال في الحاره، ما بيتضرب عشان يبقى مجرم قد الداني. وبعدين تعرف الواد ده تبع مين؟ ده تبع المعلم سلطان، يعني مش هيحل لان الواد ده من تلامذته وكان بيعمل الهوم وورك. على العموم احنا خدامين المعلم سلطان وعياله. معلش يا حبيبي، عندي دي لمؤاخذه. حلاوتك يا اخويا، ونعمل بيها ان شاء الله لمؤاخذه، دي نصرفها من انا جزخانه. خلاص يا ست الستات، شوفي ايه اللي يخلصك وانا خدامك. هات 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ هو قال لي ليه مش عشان نعالج الواد؟ ايش مكركرون على شاش على جاز على زفت على دماغ؟ بس 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 ال 100 جنيه يا ست الكل، وما تزعليش روحك. هات وما تبقاش تعملها تاني. على عيني. تعالى اهو. خد يا 20 جنيه اديها لامك وسلم عليه. 20 جنيه بس؟ انت لسه ناس على الراجل في 100. انت مالك يا ابن اصحاب شاب؟ بدل ما كشم لك في وشك امشي يالا. طب ودي اللي هوريك والله لو قلنا مين اللي تشبشب لي. والمصحف اللي ركبها لك في وشك امشي يالا. بابا بابا، هي دي اللي هتسرق لنا المتحف. دي ايه؟ دي بنت. طب وماله البنت؟ البنت دلوقتي بقت مدرسه، بقت محاميه، بقت دكتوره، مهندسه، ديلر. الكلام ده يا ما تقوليه في الستات ما يعرفوش يكذبوا مع مفيده شيحه واصحابها دول. يا جماعه بس هي مهما كان هي بنت. انت ليه كده بتقول على البنات ان هم حاجه قليله؟ ما انا قدامك بنت اهو، اكتر واحده في مصر عندي فولورز على الانستغرام. ابقى ناجحه ولا مش ناجحه يا ستي؟ مش قصدي ومش وقت حقوق مرأة، انا بتكلم ان الست تخينه تخينه، هنيجي نقرب بالعقد تيجي تتزقر في اي حته ضيقه ومش عارف نقرب. على فكره مش مشكله خالص، انا شفت ناس كتير قوي بتقتل جوزهم وبتاكل اطفالهم وهم كلابيز عادي. انت مش بتشوف سبايا الخير؟ لا بشوف ذا فويس. خلاص تعالوا يا جماعه تعالوا نروح لها، انا اصلا شاكك ان دي بنت وشكله هيطلع ابراهيم نصر. لا ما بعملش مقالب سوري. خلاص ما تزعش يا عم سيف. يلا نروح. هات لي شيشه يا ابني. هاي السلام عليكم. اتفضل. ممكن بس ناخد من وقتك كده 5 دقايق؟ اقعدي يا اختي. احنا هنقضيها نظرات ولا ايه؟ خلاصوا. اصل احنا معجبين. هو يعني لا مؤاخذه بس حضرتك ولا حضرتك؟ يوبا حضرتك وحضرتك، وهنقعد بقى نستظرف يا جدعان. حضرتك والنعمه بيت. انا برضو بشبه صح؟ صح. قصدك على البنت سميرة بيرة اللي في فيلم الفرح؟ بصي حضرتك الشخصية دي أصلا مقتبسة مني، يعني عارفة دنيا سمير غانم الكتكوتة العسولة دي؟ جت قعدت مكان حضرتك هنا، أنا بقى شربتها الكاركتر لما أقنته. والله يا جدعان ما تفكرناش بقى بالحاجات الحلوة دي وتطلعوا البنت اللي جوايا. أكيد في حاجات تانية جواكي غير البنت اللي جواكي أكيد. طب هو حضرتك حرامية؟ حرامية إيه يا أبلة؟ تفهم من بقك، أنا مش حرامية، أنا ما مديش إيدي في جيب حد. أمال إيه بس؟ لا انا هجامه. الله، وهجامه في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكوره النسائيه. لا انا مش هجامه في فريق كوره، انا اسرق منزل، اطفش خزنه كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف
لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر يا نهار اسود، ما تخلصونا يا جدعان. متحف ايه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكيه، اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا الف سلامه عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا بشبقه، وتلاقيه كله اجهزه انذارات وكلاب حراسه، ده تلاقيه الحكومه مدروزه هناك. مدروزه؟ اكيد مفيش حاجه صعبه على حضرتك، احنا سالنا عليكي وترقصنا. اتقصنا whatever you're the perfect one for this mission. انت عايزه ايه؟ يعني انت احسن واحده، قصدي يعني انت عمهم في الحراميه. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعه انا ما رجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا من الاخر العمليه دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلب اللي انت هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكره انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمه لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والثلاثه واللي بتاع هتاخدوا فاتوره ضريبيه. فاتوره ضريبيه؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان يا راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه، ما تقولش ان انا كروتك. خدها بتنفع بتنفع. ماشي ماشي، يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير، 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا أبلة، لحنا بقى لو هنقعد بقى الناد ونفصل من أولها العملية دي هتتفقر. من الآخر كده العملية دي فيها ثلاثة، كل واحد هياخد 5,000 جنيه وأنا 5,000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وأنا أصلا كرمكوا عشان أنتوا شباب صغننين. طب يا معلمة ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وأنت اللي تقومي بالمهمة كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فاتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها 4، انا عاملاها لكم بثلاثه عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كريميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك 4 اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يالا، انت عايز نسرق؟ انت مجنون وانا حرامي؟ انت هبل ياض يا هاني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخننا على السرقه كده؟ خلاص يا جماعه حقكم عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلمه. خلاص يبقى كده 25,000 جنيه حقك. لا استني يا معلمه،